يا ستي انا راجل متجوز وعندي عيال. يا لهوي، انت متجوز عليا؟ انا ما اتجوزتش غير مراتي وما عنديش عيال غير عيالي بس. محمود ولبنى، ربنا يبارك لك فيهم. ربنا يبارك لك انت فيهم. انا عيالي ما اسمهمش محمود ولبنى، اسمهم بيبرس ونيفرتيتي. بيبرس ونيفرتيتي. راجل اتهبى، عقله فوت. اعقل يا سلطفي، لا يودوك السرايا وانا مش حمل المشوار. يا سلطفي، انا مش لطفي، انا مش لطفي. طب طيب، مش لطفي مش لطفي، انا اللي لطفي. بس وطي صوتك، العيال بره يا اخوي. اقعد استريح، اقعد استريح. على فكره انت بتاخديني على قد عقلي. طب انا ماشي. تمشي تمشي تمشي، تروح فين؟ تمشي تروح فين؟ سيبيني. تمشي تاني. هو انا مشيت اولاني؟ تسيبني للهم ده كله يا سلطفي؟ طب اقول لك، احنا اللي غلطنا في حقك والله، احنا اللي غلطنا. هقول لك كبسنا على نفسك. انزل انزل، شم الهوا، اقعد على القهوه مع الرجاله زي زمان، واطلب اللي انت عاوزه، واطلب شيشه والعب طاوله. خد يا اخوي اصرف وشبرق. على فكره انت عندك، انا فعلا عايز اتهوى شويه. هنزل اقعد على القهوه شويه وتهوى وارجع تاني. لا لا، انت مش هترجع تاني. لا هرجع تاني. لا لا لا، بتاخدني على قد عقلي. طب هدي هدي معاك، خلي دي معايا. طيب خلاص خليها معاك، هات الباسبور. باسبور ايه؟ انت هتطلب حاجه بالباسبور؟ خلي الباسبور. طيب سلام عليكم. سلطفي هترجع تاني. سلطفي ما تتاخرش ان شاء الله. بابا تروح على فين؟ طيب بابا بابا يلا اطلع فوق يا وحيد. طب انت رايح فين؟ رايح اجيب لك حاجه حلوه. لا انا مش عاوز حاجه حلوه، انا عاوزك انت. حاضر مش هتاخر. حمار وحلاوه يا بطيخ. عديني يا صاحبي، اركب الميكروباص ده. شكلي حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصر وحشتني بشكل. هي مالها اتزحمت كده ليه؟ المدينة 70 مليون يا استاذ. 70 مليون؟ أجرة يا استاذ. كام؟ 75. دي مالها غليت كمان كده ليه؟ دولار يا بيه. دولار. طيب يا سيدي. حاجة زي ما هي. لو سمحت والله. تحت أمرك يا فندم. هو نمرة 28 فين؟ ما هو قدامك اهو يا فندم. دي سينما. ما طول عمرها وهي سينما. امال بيت الدميري فين؟ انا من يوم سكنت في الشارع ده وهي سينما، لكن بيت الدميري ما اعرفش عنه اي حاجه. لو سمحت والله، الحاج سليت الاقيه فين؟ سليت مين حضرتك؟ سليت الدميري صاحب الوكالة. وكالة ايه يا استاذ؟ ده مول، سوق تجاري. صاحب السوق الاقيه فين؟ حضرتك ممكن تروح تسأل في الاستعلامات. فين الاستعلامات؟ حضرتك عند المدخل. شكرا.
انت بتدور على مين؟ الحاج سلطة الدماري. الحاج سليم تعيش انت يا ابني؟ مات. لا حول ولا قوة الا بالله. انت جاي تحزن عليه دلوقتي؟ ده الحكاية دي مضى عليها اكثر من 20 سنة. امال مين 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 اصحاب المكان ده دلوقتي؟ الورثة طبعا. ورثة ايه؟ ده ما عندوش حد. ولاد ابن اخوه. انا ابن اخوه. يا ساتر يا رب. انا ماشي لقيت واقف قدامي. معلش يا جماعه حصل خير الحمد لله ما خبطتوش. وحيد تاكسي على اقرب مستشفى. مستشفى ايه يا بابا؟ انا كويس. انت متاكد في حاجه وجعاك؟ لا. طب اطلع بينا على الدراسه. يا انت ايه اللي جابك ورايا؟ خفت لحسن تمشي وما تجيش تاني. دي تاني غلطة يا وحيد. أنا آسف يا بابا. فاكر الغلطة الأولانية؟ أيوة، ساعة ما ولعت الكبريت في المطبخ وكنت أحرق الشقة. لا كده يبقوا تلاتة. لا أربعة يا بابا، ما أنا سبت الحنفية مفتوحة وغرقت الشقة والمية نزلت على الجيران. أنت كده غلطاتك كتير أوي. الحمد لله على سلامتك يا سيلوتفي، كنت عارفه انك هترجع يا اخويا ومش هون عليك. انا جاي ارجع لك الواد، عربيه كانت هتخبطه. يا لهوي عربيه؟ سلامتك يا واد. ما تخافيش هو سليم. شويه ميه بسكر وما نزلش الشارع تاني. امرك يا سيلوتفي من عينيا. وريني يا واد ايه كويس. سيلوتفي يا لهوي. ايه اللي حصل يا سيلوتفي؟ سيلوتفي رجلي يا لهوي. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. الراجل وقع زي العجل. عجلي لما يرفسك وده وقته. معايا بالراحه كده يا بابا. يلا حاضر حاضر حبيبي. يلا اه ظهري ظهري. ايه ده كده يا صاحبي؟ ايه دي دي ده الراجل اتهز خالص يا اخوانا. شوقي نعم اوصل لغايه جبل الله المجبراتي هاتوا في ايدك وتعالى. مدفوع يا عم طاهر. عم جبل الله المجبراتي مات من 3 سنين. ماتش ازاي وانا ما اعرفش؟ ده انا حتى ما عزتش فيه. احنا هنفضل نتكلم كده وسابين الراجل مرمي على الارض. يلا يلا نشيله احنا وهو. يلا يلا شيل يا ابني انت وهو. شيله بس حاسبه على القرارات. وسلامتك يا بابا. طب اوعى انتوا بقى امسك. ايوه ايوه معلم سلطان. ايوه ايوه الله اكبر. راح انت بتشيل جاموسه.